قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو إن بلاده أعدت بدائل لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 26 من يوليو تموز المقبل على ضفاف نهر السين، وذلك إذا اقتضت الحاجة الأمنية ذلك. ودفع الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا بالإضافة للتهديد بهجمات إرهابية الحكومة الفرنسية إلى رفع إنذار التأهب الأمني إلى أعلى مستويات. وقال ماكرون إنه يثق في أن حفل الافتتاح المخطط له بحضور حشود جماهيرية ضخمة حول ضفاف نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربا في رحلة بطول 6 كيلومترات سيحقق نجاحا كبيرا. Un cessez-le-feu humanitaire. Mais c'est une situation très différente. On peut être en désaccord avec Israël sur les... Oui, parce qu'on l'a préparé, parce qu'on s'est donné les moyens de le faire. Il n'y a pas de naïveté, aucune. Il y a une très grande lucidité, on partage.